أهلا بكم مجددا إلى الموجز الرياضي على قناة الحدث الإفريقي. كشف نادي الرجاء الرياضي عن ثالث صفقاته الصيفية بتعاقده مع اللاعب سعيد أدروال، وضم النادي الأخضر اللاعب المذكور في صفقة انتقال حرة بعد انتهاء العقد الاحترافي الذي كان يجمعه بجمعية سلا ما تم شهر يونيو الماضي. ويشغل اللاعب ذي 25 ربيعا عدة مراكز في خط الوسط أبرزها متوسط ميدان هجومي. تمكن المنتخب المصري من إقصاء المنتخب الوطني المغربي لأقل من 20 سنة من ربع نهائي كأس العرب للشباب بعد فوزه بهدفين مقابل هدف واحد أمام المغرب، ونجح المنتخب الوطني في افتتاح حصة الأهداف عند حلول الدقيقة 22، لكن المنتخب المصري تمكن من تعديل النتيجة في الدقيقة 31 من الشوط الأول، وعاد في الدقيقة 61 ليعزز تفوقه ويحسم التأهل للدور المقبل. قرر اللاعب الدولي المغربي السابق كريم الأحمدي وضع حد لمسيرته الكروية والتي امتدت لحوالي 19 سنة في عالم الاحتراف، عرج فيها على مجموعة من الأندية الأوروبية والأسيوية، وكشف صاحب 37 سنة قراره لشبكة إسبان في نسختها الهولندية لتظل آخر محطة في مسيرة اللاعب رفقة اتحاد جدة السعودي الذي حمل قميصه لثلاثة مواسم ونصف ما بين 2018 و2022. استهل باريس سان جيرمان الموسم الجديد بإضافة لقب آخر إلى خزائنه عقب فوزه على نظيره نانت برباعية نظيفة في مباراة كأس الأبطال الفرنسي التي جمعتهما في إسرائيل، وشهد اللقاء مشاركة المغربي أشرف حكيمي كأساسي في تشكيلة بطل فرنسا. أثار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو استياء جمهور مانشستر يونايتد عن طريق تصرف غريب يزيد من الغموض حول مستقبله مع الفريق. وشارك رونالدو أساسيا في ودية مانشستر يونايتد أمام رايو فايكانو مساء الأحد دون أن يترك تأثيرا على أداء الفريق في الشوط الأول قبل أن يخرج بين الشوطين. بهذا الخبر نأتي إلى نهاية الموجز الرياضي، دمتم في أمان الله، إلى اللقاء.